هذا وكانت إدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات قد أفادت بأنه من المتوقع أن تتأثر مملكة البحرين بأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء اليوم وحتى مساء يوم غد على فترات متقطعة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد خالد ياسين مدير إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية، ما هي أسباب هذه التغيرات في حالة الطقس وإلى متى سوف تستمر هذه الحالة الجوية؟ أهلا مرحبا أخي سهير ومشكورين على هالمداخلة اللي راح نوضح للجمهور الكريم شوي نوعا ما الأحوال الجوية اللي صايرة. طبعا احنا من خلال تحليلاتنا لقراءة الطقس ونماذج التنبؤات العددية لاحظنا أن في تعمق لمنخفض جوي عميق على وسط المملكة العربية السعودية، وطبعا يتزامن مع وجود عوامل مساعدة تهيئ الفرصة حق تشكل الغيوم الرعدية على المنطقة. وطبعا هذه الحالة احنا بالنسبة لنا تعتبر غريبة تقريبا في مثل هذا الوقت من السنة. نعم. من حيث التعمق والشدة. طبعا على إثر هذا احنا نتوقع ان في حالة من عدم الاستقرار على المملكة ابتداء من اليوم، لكن شدتها راح تكون خلال الليل الى مساء الغد. طبعا نتوقع امطار مثل ما تفضلت قد تكون رعديه احيانا وتتفاوت شدتها ما بين المتوسطه والغزيره حسب تطور الغيوم على المنطقه وتحركها باتجاه مملكه البحرين. نعم. سيد خالد، هل من تحذيرات تودون توجيهها لمرتدي البر والبحر خلال هذه يعني الاجواء المتقلبه؟ نعم، طبعا انا قبل ما ابتدي بالارشادات انا عندي اهم نصيحه ان الجمهور الكريم يتابع النشرات والتحذيرات الرسميه الصادره من اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات عبر قنواتها الرسميه العديده. طبعا يمكن اهمها تطبيق طقس البحرين للهواتف النقاله اللي راح يتيح للمستخدم ان هو يحصل التنبيهات او النوتيفيكيشنز في حال وجود اي تحذير صادر من الاداره. وايضا ننصح طبعا الجمهور الكريم توخي الحيطه والحذر خلال فتره التقلبات الجويه هذه، تجنب الانشطه البحريه. بالنسبه للسواق زياده الحرص والتركيز اثناء السياقه، خاصه لو صادف ان في امطار غزيره لان ممكن تنخفض معها الرؤيه الافقيه. نعم. وايضا الشوارع راح تكون زلقه. وطبعا يمكن احنا ذكرنا ايضا ان راح تكون في هبات رياح شديده احيانا، طبعا فينصح انه بعدم وقوف السيارات مثلا تحت اللافتات الكبيره. نعم. والتاكد من ان الحاجيات او الاغراض الموجوده خارج البيت مثلا على سطح او شيء انها تكون مثبته بطريقه جيده لضمان عدم تطايرها اثناء الهبات القويه. نعم. اذا السيد خالد ياسين مدير اداره الارصاد الجويه بوزاره المواصلات والاتصالات، شكرا جزيلا لك.